Hello there. Today we're standing outside the Grand Heritage Hotel covering the three-day teachers' workshop. The center will present the media literacy program from teachers from all around Qatar schools and educational institutions. السلام عليكم. أول شيء راح نفرجيكم فيلم صغير من إنتاج وإخراج مركز دوحة لحرية الإعلام عن التربية الإعلامية. نبدأ بهالفيلم. دورة كان من المفروض أن تعقد هنا في بلدنا قطر منذ سنوات لأننا نواكب كل ما هو جديد الآن من حولنا ونتابعه فنحن بحاجة إلى مثل هذه الدورات التي تهم كافة فئات المجتمع. أنا أعتقد أن كافة المدارس ولا أريد أن أحدد هي بحاجة إلى مثل هذه الدورات لأن الإعلام أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وهو من المهم أن يتعرف إلى الإعلام وطريقة التعامل مع الإعلام ووسائله المختلفة كافة طلابنا وأبنائنا وبناتنا. بس في كمان معلومات أنت تحصل عليها قبل ما توصل للعمل. ده حيخلق برضك جو للطالب إن هو يقدر إن هو يعبر عن نفسه وعن آرائه وعن فكرته وعن رؤيته للتعليم في المراحل الجاية. فطبعا دي حاجات مهمة جدا. احنا مع التطور اللي احنا موجود دلوقتي على مستوى المجالات في العالم فالتربية الإعلامية طبعا انا شايفها هي جت متأخرة قوي. كانت المفروض تبقى منهج وحصة زي حصة الحاسوب زي حصة التربية الفنية حصة التربية الموسيقية حصة التربية الرياضية حصة لا تقل أهمية. بالعكس انا شايفها ان هي اهم من حاجات كتير جدا. لو لم يكن حتى كانت ممكن يتم دمجها مع حصة الحاسوب وتبقى الاثنين الأخصائي الإعلامي مع مدرس الحاسوب يتم تدريسهم وتوصيل المعلومة للطلاب من خلال هذا. فلو تم تعميمها من خلال المدارس القطرية أو مجلس الأعلى للتعليم أكيد هيفيد طلابنا في المرحلة الجاية. شو هي وسائل الإعلام؟ صحافة؟ الطلاب جميعهم الآن يحملون تليفونات أو جوالات عليها تواصل اجتماعي تويتر عليها فيسبوك يستطيع أن هو يدون يصير صحفي ينقل خبر هو موجود متواجد في مكان ما حصل أي خبر لا قدر الله حادث أو حريق أو لا قدر الله شيء أو شيء طيب ينقله إلى جروبه أو إلى مجتمع آخر. هو بيصير صحفي دون أن يدري أو إعلامي دون أن يدري. لكن لما يكون في برنامج محدد في المدارس بيدرس له بيقنن له يستطيع أن هو يتعرف يطور نفسه أكثر ويضيف لنفسه أكثر ويثقل موهبته في هذا الشأن أو هذا الجانب فبيستطيع أن هو يكون رجل أكاديميك في مجاله. ما هي توقعات مخرجاتك من الدورة؟ طبعا أعطائي فكرة عامة عن منهج التربية الإعلامية الأساسيات الوحدات اللي في المنهج بحيث أنا أوصل هالفكرة لإدارة المدرسة وللمشرفين والمعلمين عن التربية الإعلامية كنوع من التهيئة مقدمة بحيث أنه يتم سيكون القبول يعني بشكل سهل جدا. Hearing other people's opinions and getting guidance to actually extend your learning that was beneficial. That was I can go home now and go yeah you know what I'm going to read through the curriculum, I'm going to teach a little bit different, get the kids more knowing what the media does and the society around them through the media. ينطلق برنامج التربية العالمية من فهمنا لأنه من أجل الاستثمار في مستقبل أفضل باستخدام الإعلام كجزء من التطور والتنمية في أي مجتمع يجب الاستثمار مع الأجيال الناشئة. مظبوط الجيل الصغير احنا ممكن ما نفسه إطلاقا في استخدام التكنولوجيا بس احنا كمرشدين كمشرفين كآباء كمعلمين عندنا القدرة على انه نوجه الاستخدام الصحيح
لهي التكنولوجيا ونوصل المفاهيم اللي بدنا اياها اللي من ضمنها المفاهيم الاعلاميه. ثقف اعلاميا هو الطالب الذي يستطيع ان يقدم شيئا لهذا الوطن لهذا البلد، لانه الطالب اذا كان مثقفا اعلاميا هذا يعني انه سيحقق ركائز اساسيه لهذا الوطن في 2030، ركائز تقوم على هذه التنميه البشريه والتنميه الاجتماعيه والتنميه الاقتصاديه والتنميه البيئيه، فلا يمكن لهذه التنميات وهذه الركائز ان تقوم دون هذه التوعيه الاعلاميه الثقافيه لدى الطالب. اتوقع من هذه الدوره ان نخرج بمخرجات هي كيف بالفعل ندخل هذا الاعلام بجديه إلى مدارسنا ونشجع الطلبة لمثل هذا العمل لعلنا نصل إلى هذه الركائز التي يعني تصبو إليها دولة قطر إن شاء الله. ألو وين المكتبة؟ المدرسة. لا وغير هيك أونلاين. يا جماعة مش بس قصة إنه أنا رايحة على مكتبة وفي كتب حلو أنا بعشق الكتب بس أونلاين كل شيء بدي إياه المكتبة صارت مكتبة أونلاين. Students now consume a lot of media, I mean like even small messages and images and how people react to them, which means like you always look and react and consume media in a critical way. That is, your mind should not be absented from the relationship between you and the media. In terms of young people, really young people, I think like there should be a buffer between the media and the child who's 3 years or 4 years, which usually like, you know, get a buffer or guidance by parents or somebody who, you know, like basically selects and chooses the media for, because like at that age they cannot really judge what is violent and what is not violent, what is explicit, what is not explicit. So, but at the older age, like 12, 13, I think then the students become more independent, and therefore, you know, the parents cannot be around them all the time, and there is a degree of independence. And so like the students themselves, they should be equipped with some tools to analyze and critically approach textual media. لازم نحدد السياق انه ثقافتنا شو، كيف نستخدم هالاعلام ضمن هذا السياق الثقافي الاجتماعي اللي هو اللي بدكم اياه. فالمضمون الاعلامي لازم يكون له ضمير، مش يكون خارج السياق. الطالب اللي الحين قاعد يتعلم مادة إعلامية وهو عمره مثلا صغير راح تساعده بعد ذلك انه هو راح يعني تختصر له سنين وسنين من عمره اللي راح يضيع في التعلم وهو كبير. يعني انا عن نفسي اتكلم، ما لا درست اعلام ولا كنت اطبق الاعلام بعد ما تخرجت من الجامعة او اثناء دراستي الجامعية كنت اتعلم الاعلام، فاخذ مني وقت كبير. لكن تخيل لو انا مثلا من صف سادس ولا صف اول اعدادي تعلمت الاعلام، راح اكون يعني اختصرت سنوات كثيرة وكثيرة من عمري في تعلم الاعلام، وبالتالي تأسيس قاعدة يعني بالنسبة للطلاب تأسيس قاعدة سليمة يعرفون مثلا الأساسيات وسائل الإعلام، أساسيات الصحافة، أساسيات التلفزيون، فراح يختصر سنين كثيرة من عمرهم، فهي أكيد شيء راح يساعدهم إنه يتعلم هذا الشيء في المدرسة. هم مطلوب من المدرسة طبعا التدريس النظري، لكن التدريب العملي ممكن جهات أخرى تقوم فيه مثل مركز الدوحة لحرية الإعلام اللي راح يطبق إن شاء الله الشهر القادم ورشة عمل كبيرة راح تكون موجودة لجميع الطلاب كافة المجالات. راح نشاهد الطالب المذيع، راح نشاهد الطالب المصور، راح نشاهد الطالب المنتج للمقابلة، راح نشاهد الطالب الصحفي كلها، وراح توفر له طبعا مركز الدوحة لحرية الإعلام راح توفر له الأجهزة، المايكات، الكاميرات، الوسائل اللي راح تساعده ان يطلع لك عمل حلو. الكرة بعد ذلك في مرمى الطالب، يعني اذا هو كان نظريا مهيئ صح اعتقد ما راح يواجه صعوبة في العملي. Media literacy should be integrated in the curriculum of the school. Now, it's not like that, not yet. So the activities are extra curriculum activities. Mm-hmm. But of course, it should be done by the teachers. I mean, we have thousands of kids in Doha and many schools, and we are not able, as Doha Center for Media Freedom, to implement, you know, a media literacy program. It should be done by the teachers. So that's why we invited them to have this train the teachers. طبعا التفكير التقليدي احنا معودين انه صحافه شو جرايد،
إعلام شو؟ راديو وتلفزيون. اليوم ما فينا نحكي. اليوم عندنا كم هائل من المعلومات والمعرفة، كيف نستخدمها؟ كيف نسخرها لأفضل الاستعمالات لنعرف أول حالنا المدرسين عن عالم الإعلام، نتعرف على عالم الإعلام، وبعدين نعرف الأطفال الطلاب التلاميذ على أهمية المعلومات والإعلام. And there you have it, the first three-day workshop about implementing media literacy here in Qatar. And it's making its way into schools. The educators are now able to pass the knowledge obtained, and this is only the beginning of an ambitious project. This is Muhammad Al-Har, Dina Omar, and we're junior reporters for the Doha Center for Media Freedom.